شو هالزمان؟ رزان مو بالساهل لبسته لهالفستان هاد. كتير تعذبت انت وهالمسكينة، ما حدا ريحك ولا ريحها. نوران، ليش نوران عم تغلط بشي بالله؟ كله كان عذاب، ما في مين سايرك، الكل كان ضدك، عيلتها لرزان وكمان من عيلتنا، بس انتو وقفتوا بوش الكل وتحديتوهن، كنتوا كتير بتحبوا بعض، عاشقانين؟ موضوعنا منتهي. ابدا ما انتهى يا فايز، تفرج، كل الشغلات اللي عشتهن بنتك عم بتساويهن. نحن وهن مو نفس الشي. والله نفس الشي، والولاد كتير بيحبوا بعضهم يا فايز، ومو قبلانين يتركوا بعض. ايه ولا حدا رح يقدر يغير هالشي ابدا. بس رزان وانا قبل ما نتزوج بعمرنا ما قعدنا بالاوتيلات واختفينا عن العيون كمان. انت لهلأ ما بتوثق ببنتك معقول؟ ناريمان مستحيل انه تساوي اي شي، بيوطي الراس وبيخجل. حاجة الشغلة زادت عن حدها بقى. بنتنا نظيفة مفهوم، ما بتغلط. بنتي شو عم تساوي بالصور؟ شو انتي جنيتي؟ خلصت كل حكايتنا، بعرف خلصنا بقى. شوفي حالتك، مهما عملت ما عم بقدر خليه يرجع لي ولا بطريقة، ما في شي رح يرجع مثل الأول. نيفين هالموضوع منتهينا منه من قبل؟ مو قلتي انه ما عاد تفكري فيه وانه بدك تطنشي؟ ماجد رح يتزوج خلص، وراح لبنت الحارة الحقيرة خلاها تفوز. الأهالي هلأ رح يوقفوا بوش هالقصة، وبتشوفي كل شي رح يرجع مثل الأول وأحسن. هالمرة مو الهيئة. اليوم أنا حكيت معهم، رحت حكيت قريش فايز التاني، قلت له وقبلان بهالجهزة. نيفين ما خليتي لي شي أحكي، ليش لتروحي لعندهم؟ ما طالع بإيدي شي لأعمله بالمرة، بحياتي ما رح أكون مبسوطة. خلصت القصة. شو هالحكي اللي عم تقوليه بنتي؟ رح تكوني مبسوطة ليش لأ؟ ورح ترجعي تحبي مرة تانية أكيد. ماجد ما عاد موجود نهائيا أبدا، أنا ما عاد أذكره بالكلام، ومستحيل شوف وشه حتى، ولا عاد بدي شي يذكرني فيه ابنه. كل شي منتهي منتهي. بس بقى رح تنسي. حضرتك طلبتني؟ قرب لشوف. كل سنة أنت سالم. شكرا. تفضل. مبروكة. شو الموضوع؟ الموضوع هي هدية. شو معقول أنا بنساك يعني؟ بنوب، مو معقول تنسى، بس أنا اللي على طول بخاف إنه تنساني. تعرف لي أنا ناطره شو؟ بدي إياك ولو لحظة تبتسم لي، بدي إياك بشي وقت تمسحه لشعري وتقول يا ابني. موسى أنت ليش هيك عم تقول؟ ها؟ مو بس هلأ بابا، بعتذر، هدول جواتي من زمان. انسى، ما في شي مستاهل العتب. هدية رائعة، شكراً.
ليلى وينها نوران؟ الشغل بهالفترة عم يزيد عليها فايز. كل يوم هالوضع مو معقول ابدا. ايه شو بتعمل يعني؟ هي شو طالع بايدها؟ ما عم تقدر تحكي شي مع هالمدراء؟ بس تجي على البيت بدي احكي معها شوي. بتأمر طيب، حاكيها انا اول ما بتجي، ما تشغل بالك. يلا بقى تفضل كول. مرحبا، تفضلي. كل شي مجهزه على أصوله. وأنت مثل كل يوم حلوة كتير. شكرا يا بيك. نحن مو بالشغل ليلى، الألقاب هون بلاها. بالإذن منك شوي، خدي راحتك بقى. طيب.